اختارت شركة موبيليستا من راس عاصمة التوارق لإطلاق خدمة الجيل الثالث للهاتف النقال، ليتحول المتعامل التاريخي بذلك إلى بساط الريح الممتد إلى تمنراست حيث الفراغ والطبيعة القاسية. وانطلقت خدمة الجيل الثالث بداية من تاريخ أمس في ولاية يشهد لها بسكون غامض يلف فضاء لا متناهيا لمنطقة ساحرة لم تفك طلاسمها بعد. جبال متعالية مرصعة بنحت فريد. موبيليس والجيل الثالث كانت رحلة التواصل إلى هناك، حيث جمال الطبيعة وقداسة المكان لها دلالات كبيرة. أولا كمتعامل من منطلق كوننا متعامل وطني، نحن نهتم بكل الجزائريين والجزائريين حيثما وجدوا، لهم الحق في استعمال التكنولوجيا كأي جزائري موجود في الشمال أو في الجنوب أو في الشرق أو في الغرب. ثانيا هذه الولاية لها مقومات سياحية كبيرة، وكان من واجبنا دعمها في هذا الإطار مما يسمح زيادة على الاستفادة للسكان وشباب المنطقة، ستكون هنا أيضا استفادة للسياح الجزائريين والأجانب. كنت سعيد اليوم لما رأيت شباب يصطفون أمام الوكالة التجارية لموبيليس في مقر الولاية، وهذا شيء يدل على أن كل الشباب الجزائري هو شغوف لاستعمال التكنولوجيا ولن الدخل يجهد في ذلك. وإلى جانب الاحتفال بمرور عام على إطلاق تكنولوجية الجيل الثالث، اختار الرئيس المدير العام لموبيليس مناطق سياحية ليتجاوز هذه المرة حدود الاتصال العادي وينقل الوفد الصحفي وشركائه من الممولين بالتجهيزات من التواصل العادي إلى التواصل الزمني، حيث السحر والجمال والروعة والكرم. الوزيرة دردوري التي رافقت سعد دامان رئيس المدير العام لشركة موبيليس اختارت المكان لتوضيح الأمور بشأن دخول فودافون وأورانج إلى السوق الجزائرية، حيث رحبت دردوري من تمنراست بكل اقتراح مفصل يقدمه المتعاملون الأجانب الذين يرغبون في ولوج السوق الجزائرية. Il faut dire qu'il y a exactement une année, le gouvernement avait lancé et octroyé des licences 3G aux opérateurs. Et le 2 décembre 2013, nous sommes donc aujourd'hui le 2 décembre 2014, une année après, Mobilis a choisi la wilaya de Tamanrasset pour faire le lancement de la 3G. من جانبه الرئيس المدير العام لشركة موبيليس أشار إلى احترامه دفتر شروط سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ليكون بذلك المتعامل الوحيد الذي يغطي 35 ولاية في سنة واحدة. شكرا، نحن سعداء بتواجدنا اليوم في بمناسبة الذكرى الأولى لحصولنا على الرخصة النهائية لشبكة الجيل الثالث. اليوم تمكننا من إطلاق هذه الخدمة لست ولايات إضافية تنضم إلى الولاية 19 التي توجد فيها الخدمة، وبذلك يصل عدد الولايات الكلية الآن إلى 25 ولاية. سنقوم باختيار سلطة الضبط للقيام طبقا لدفتر الشروط لمراقبة شبكة ونوعية التغطية، ونحن حاضرين لنشر هذه التكنولوجيا في 10 ولايات أخرى وإن شاء الله بحدود أواخر الشهر. وفي الحقيقة اختار سعد دام الولاية باعتبارها سياحية، وأراد دعم سياحها بالخدمة التكنولوجية الجديدة التي تخرجهم من العزلة، كما برمج رحلة استكشافية للوفد الصحفي المرافق له علاوة على الأجانب من المؤسسات الممولة لموبيليس بالتجهيزات، حيث كانت أهاجن أول محطة نزلنا بها لنكتشف المنطقة الساحرة. فبالرغم من التعب الذي نال منا، إلى أن الهدوء الذي يرمي بثقله في كل مكان يجعلك تغوص في أسرار تحاكيها صحراء صامتة لا يفك ألغازها إلا عليم بأن للرمل سفينة تدعى سفينة الصحراء، وحدها تصنع يوميات بدو لا لغة لهم إلا نجوم ساطعة تحدد وجهات قوافلهم تمنع عنهم الضياع. وكان أنيسنا الوحيد هذا الكرم الذي جادت به الطبيعة من غير شح،
وكرم الضيافة وحسن الاستقبال لأهل تمن راست من غير تكلف، بعدما فتحوا لنا خزائنا وكنوزا من الإبداع الثقافي وما تصنعه أيديهم من بديع الصناعات التقليدية. ولم يكن منظم الرحلة بحاجة إلى تذكير الزوار وقافلة الصحفيين بما استحقت لأجله تمن راست من ألقاب الجمال عن جدارة ودون منازع. في رحلة الاستكشاف أنسانا المكيف حرارة اليوم في أول عناق لنا مع الطبيعة الساخنة، وارتمينا في حضنها الدافئ. انطلقنا بعد الإفطار نجول مختلف الأماكن بالمنطقة، يحفزنا الفضول وتغرينا الرغبة في اكتشاف سحر عروس الصحراء، فأنسانا ما صادفنا من المناظر الخلابة التي كانت بمثابة اللسان الناطق لولاية تمن راست، وبأصوات جبالها الساحرة التي تغري كل واحد منا على انفراد بلغة صامتة كلماتها تشكيلات من الصخور التي تحكي أزمنة الأرض، وتشكيلات متقلبة من كثبان الرمال تروي ما فعله الزمان في أوتاد الأرض. أهل المنطقة أو التوارق احتفلوا بخدمات الجيل الثالث على طريقتهم، ورقصوا على أنغام الإزماد مع فرقة موسيقية بالمنطقة أطربتنا من شعر فحولهم وكبار مشايخهم من الترق الفصيح والملحون. فلم يحد أهل المنطقة عن أصول الضيافة، فأقبلوا علينا بشاي المنطقة إلى غاية ساعة متأخرة. وقبل الرحيل لم يجد الوفد الزائر ما يعبر به من مشاعر السعادة والابتهاج لما لقيه من موبيليس سوى التباري بدورهم على التقاط الصور في تمن راست التي يكون جمالها قد ارتسم بمخيلتهم قبل أن تخلده الصور من رحلة إلى قمة الكثبان الرملية والقمم الجبلية. وكان بركان قد رجف بالأرض فاحتمل الجبل ليكون آية رسمها الله وسط صحراء، ولعله إكرام منه للمنطقة. كما تضمن برنامج رحلتنا أيضا زيارة الموقع التحفة بيتسلاتين الذي يثير في النفس رغبة الغوص في تلالها في عمق التراث البربري المتميز.